السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أحبتي صف التمهيدي؟ معكم المعلمة ديانا حسان من روضة ومدارس الهدي المحمدي. اليوم في مادة الرياضيات إن شاء الله سوف نتعرف على عدد جديد وهو العدد 49. 49. بداية يا أبطال، دعونا نتعرف على أهداف هذا الدرس معا. أن يتعرف الطفل مفهوم العدد 49، أن يميز العدد 49 من بين الأعداد، أن يحصر 49 عنصرا، أن يتقن الطفل مهارة العد، أن يتعرف مكونات العدد 49، أن يميز منزلة الآحاد والعشرات، أن يكتب العدد بشكل سليم، أن يقدر الطفل أهمية الأعداد في حياتنا. والآن يا أحبتي الرائعين، دعونا نتذكر ماذا يأتي قبل العدد 49 والعدد الذي تعلمناه سابقا. أحسنتم، 48. 48. وماذا يأتي بعدها؟ أبدعتم، 49. 49. اليوم سنتعرف على العدد 49. بداية دعونا نعد هذه المكعبات معا يا أبطال. هيا يا رائعين، لنتعرف على عدد هذه المكعبات يجب علينا أن نعدها. هيا يا أحبتي، عدوا معي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30. 31، 32، 34، 36، 37، 38، 39، 40. 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49. إذن كم عدد المكعبات التي أمامنا؟ أحسنتم، 49. 49، أحسنتم يا رائعين. والآن يا أحبتي، دعونا نتعرف على هذه الصورة التي أمامنا. ما هذا الشيء؟ أحسنتم، ثوم. أحسنتم، إنه ثوم. بأي حرف يا رائعين تبدأ كلمة ثوم؟ أحسنتم، ثاء وصوته ث، ثاء وصوته ث. أحسنتم يا أحبتي الرائعين. الآن كم تتوقعون عدد حبات الثوم أمامنا؟ ممكن، أحسنتم، ممكن 49، ممكن غير ذلك. لنتعرف على عدد حبات الثوم التي أمامنا، هيا نعدها سويا. هيا يا أحبتي، عدوا معي. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30. 31، 32، 33، 34، 35، 36،
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49. إذن كم لدينا هنا حبة ثوم؟ أبدعتم، 49 حبة، 49. إذن عددها 49. أحسنتم يا رائعين. الآن لننظر للصورة التي أمامنا هنا. كم لدينا في المجموعة الأولى يا رائعين؟ هيا نعدهم سويا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أبدعتم. في الصورة الأولى 9، والصورة الثانية لدينا كم حزمة؟ أحسنتم يا رائعين، لدينا 4 حزم، وهي عبارة عن 40. إذن كم يصبح لدينا العدد؟ هيا اقرؤوه لي. أحسنتم، 49. العدد هنا 49. لنرحب معا بالعدد 49. هيا صفقوا له عاليا. عددنا 49. 49. أحسنتم يا رائعين. والآن يا أحبتي الرائعين، لنشاهد الصورة التي أمامنا هنا. ما هذا الشيء؟ أحسنتم، إنه محراث. محراث، من يقول لي ما الصوت الأخير في كلمة محراث؟ أبدعتم، الصوت الأخير في كلمة محراث ثو. أبدعتم يا رائعين. ومن يستخدم هذا المحراث؟ كم أنتم مميزون. الفلاح يستخدم هذا المحراث في حراثة الأرض وزراعتها ليعطينا الثمار التي نأكلها. إذن الفلاح هو من يهتم بالأرض ليعطينا هذه الثمار التي نأكلها. إذن لنقدر أهمية الفلاح في زراعة الأرض والمحافظة عليها. والآن يا رائعين، نريد أن نحصر هنا 49 محراثا. نريد أن نعد 49 محراثا ونضعها في دائرة كبيرة معا. هيا يا أحبتي الرائعين، عدوا معي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. 31 32 34 35 36 37 38 39 40. 41 42 44 45 46 47 49. إذن أصبح لدينا هنا 49 محراثا. 49 49. والآن يا رائعين، وبعدما حصرنا 49 محراثا، نريد يا فنانين أن نكتشف الألوان التي جاء بها العدد 49 أنا وأنتم سويا. هيا يا رائعين، لنبدأ من عند السهم من اليسار. بداية، العدد 49 هنا جاء بأي لون يا رائعين؟ أحسنتم، اللون الأخضر، اللون الأخضر. الآن لنقرأ العدد الذي يليه. ما هذا العدد؟ 45 رائعين. والذي بعده؟ 47. أبدعتم. وهذا العدد؟
49 بأي لون جاء؟ أحسنتم، باللون الأحمر أبدعتم. والعدد الذي بعده 39، والعدد هنا أحسنتم، 49 جاء بأي لون؟ رائعين رائعين، باللون الأصفر أحسنتم. إذن هكذا ميزنا العدد 49 والألوان التي جاء بها. الآن يا رائعين نريد أن نتعرف على العدد 49 في بيت الآحاد والعشرات. كم لدينا في بيت الآحاد؟ أحسنتم، 9 لدينا في بيت الآحاد 9. هيا لنرسم 9 عناصر هنا، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. وكم لدينا في بيت العشرات؟ أبدعتم، 4 حزم وهي عبارة عن 40، 4 وهي عبارة عن 40. إذن لدينا في بيت الآحاد 9 وفي بيت العشرات 40، 40، 4 وهي عبارة عن 40. أحسنتم يا أحبتي. والآن وبعدما مثلنا العدد في بيت الأحاد والعشرات، نريد أن نتعرف على العدد 49، وهل هو زوجي أم فردي؟ وهل هو زوجي أم فردي؟ ننظر للأحاد، كم لدينا في الأحاد؟ أحسنتم، 9. رسمنا 9 عناصر، كل واحدة مع صديقتها، بقي عنصر وحيد ليس له صديقة. إذن العدد 49 هو عدد فردي. أحسنتم، العدد 49 هو عدد فردي. أبدعتم يا أبطالي الرائعين. وهكذا يا أحبتي نكون قد تعرفنا على العدد 49 ومثلناه في بيت الآحاد والعشرات وميزناه من بين الأعداد، وتعرفنا عليه أنه عدد فردي، وتعرفنا يا أحبتي على قيمة وأهمية الفلاح في الاهتمام والاعتناء في الأرض وحراستها لكي تعطينا هذه الثمار اللذيذة التي نأكلها. والآن يا أحبتي وبعدما تعرفنا على عددنا 49، أطلب منكم يا رائعين بمساعدة أمي الحبيبة عمل الواجب البيتي في صفحة 48. دمتم بحفظ الرحمن، وإلى اللقاء.